لما نتكلم عن دعوات التظاهر، يعني احنا في اسباب كثيره في الشارع، اسباب اقتصاديه، اسباب سياسيه، انتهاكات لحقوق الانسان تكاد تكون مشابهه لما كان يحدث في اخر 3 أو 4 أعوام في عهد مبارك، بل ربما اسوأ، وهي اسوأ بالفعل. وهناك دعوات للتظاهر تصدر من الداخل، مره على لسان محمد علي، مره على لسان عبد الله الشريف، مره على لسان اخرين، ولكن في كل مره، خليني اقولها بشكل صريح، تفشل هذه الدعوات، وانصار النظام يعملوا هاشتاج محدش نزل، ويكون في احتفالية كبيرة جدا في القنوات هناك. لماذا تفشل دعوات التظاهر على الرغم من توفر كل الأسباب دكتور؟ أظن مسألة الخوف، مسألة الخوف المسألة مش معقدة. الناس تعبانة والناس زعلانة، واتكلمنا عن المشاكل السياسية والمشاكل الاقتصادية، بس زي ما قلت من شوية، لما تشوف نظام عنده استعداد انه يقتل الناس في الشوارع بالنهار على الفيديو، يعني في ناس خايفة أو مرعوبة إنك تنزل. كمان في عوامل تانية زي الخلافات السياسية، ما فيش توحد عند المعارضة في مصر، فدي مشكلة كمان. بس ما ننساش ان ثورة يناير، يعني الناس عايزة تقول ان هي الثورة دي حصلت في يوم، اللي هي يوم 25، لا، كان الموضوع كان تراكمي، يعني في حاجات حصلت في 2005 وفي حاجات حصلت في 2006 و7، وكان كل شهر كان في مظاهرات صغيرة. فبرضو دلوقتي في الموضوع تراكمي، فأنا بدي أهمية للي حصل مع محمد علي في 2019، دي كانت يعني صحوة، وممكن ننظر كمان 3 4 سنوات أو 5 سنوات، ما حدش عارف إمتى، ونقول دي كانت لحظة يعني مهمة في ثورة جديدة. طيب، استمرار الدعوات للتظاهر من وجهة نظر حضرتك هي الحل، ولا ممكن مسارات أخرى، التعامل مع النظام من الداخل عن طريق مشاركة في انتخابات أو طرح فكرة الاستفتاء مثلا؟ والله أنا يعني أنا ما أحبش أدي يعني حلول، أنا بحلل يعني المشهد السياسي. أنا ما قدرتش predict أو أتنبأ بثورة يناير، وقدرتش predict الانقلاب العسكري اللي حصل في 2013، فأنا ما أعرفش إيه اللي هيحصل أو اللي ممكن يحصل في المستقبل بالضبط. بس فكرة انتخابات مع النظام الحالي طبعا فكرة مستحيلة. فكرة ان يكون في مثلا استفتاء او يعني انتخابات حقيقية في وجود عبد الفتاح السيسي، انا شايف ان ده امر مستحيل. فممكن القول ان يعني لازم يكون في مظاهرات او شوية يعني تحرك، لازم يكون في حراك شعبي علشان المسؤولين يتحركوا، يعني ممكن الجيش يقرر انه يضحي بعبد الفتاح السيسي زي ما ضحى بحسني مبارك في 2011، ده احتمال وارد، بس لازم يكون في حراك شعبي. والله اعلم، ضحى بعبد الفتاح السيسي، ايه هتكون رد فعل الناس؟ يعني في 2011 الناس قبلت بشويه تنازلات، بس الناس يعني قبلت فكرة ان الجيش يفضل او في مؤسسة السكاف اللي هي المجلس العسكري، ان المجلس العسكري يفضل مسيطر على المشهد يعني بشكل كبير. هل الناس هترضى بده المرة دي ولا لا؟ ده سؤال مهم.